مرحبا بكم في هذا الفيديو تاع اليوم. الفيديو تاع اليوم احبائي راح يكون ان تور دو ماجي، دونك راح نقومو بخدعه سحريه، راح تتعلموا واحد الخدعه جميله جدا راح تخدعوا بها كامل اصدقائكم. اذا عندي هذا الكاس الزجاجي لكم تلاحظوا فيه احبائي، وعندي هذه القطعه النقديه. اذا انا راح نحاول نعلمكم يعني كيفاش تقوموا باخفاء هذه القطعه النقديه بطريقه بسيطه، وفيما بعد راح نشوفوا الخطوات تاع هاد الورشه احبائي، يعني راح نقول لكم كيفاش تقدروا تقوموا بهاد الخدعه وحدكم. اذا انا عندي الكاس هنا يا احبائي، كنت لاحظوا معايا، اذا ما راح ندير والو، راح نحرك الكاس. اذا يدي الثانيه راهي هنا امامكم ويدي الاولى راهي هنايا. اذا لاحظوا معايا، اوبا، اذا راح نلاحظوا بانه القطعه النقديه اختفت. اذا راح نعاود العمليه امامكم احبائي، اوبا، اذا القطعه النقديه اي تظهر امامكم. اذا عودوها، اذا لاحظوا، اذا تختفي القطعه النقديه، اذا بمجرد ما راح تظهر القطعه النقديه من جديد. اذا هاد الخدع احبائي راح نوريكم كيفاش تقدروا تقوموا بها وحدكم، وما هي الوسائل اللي تحتاجوها باش تحققوا هاد الورشه. اذا بقاو معايا. اذا الخدعه السحريه تاعنا احبائي راح نشرحها لكم، راح نوريكم كيفاش تقدروا تخدعوا اصدقائكم. اذا عندنا الكاس الزجاجي، وعندنا القطعه النقديه، وعندنا هذه الورقه البيضاء. اذا هاولي الكاس الزجاجي تاعنا احبائي. اذا الكاس الزجاجي تاعنا احبائي شوفوا واش درنا له، غلفنا له القاعده ديالو بنفس اللون تاع الورقه اللي نكونوا راح نحطوا عليها الخدعه تاعنا. اذا كي تحط الكاس بهذا الشكل يعني يظهر الكاس وكانه يعني ما عندوش هذه القاعده. اذا راح تقوم بوضع يدك، يعني راح تغطي وراح تنقل الكاس ديالك مباشره، وراح تشتاب يعني الضرب اختفت. اذا تعاود نفس الطريقه، هوب، اذا راح تلاحظ بان القطعه النقديه تظهر. اذا انت لكنت عزيزي، كنت احباء يعني صغار، يديكم صغيرين ما يقدروش يعني يغطيو الكأس تاعكم، راح تقدروا تستعملوا ورق الجرائد يعني باش تخدعوا زملائكم، راح تقول لهم. اذا راح نغلف الكأس ديالي بهذا الشكل، اذا وراح ننقل الكأس ديالي مباشره، اوب جو تاب، اذا اختفت القطعه النقديه. وراح تعاودوا نفس الشيء، اذا تنقلوا فقط الكأس تاعكم راح تظهر القطعه النقديه. اذا هذا هو المبدا احبائي. اذا احنا واش نديروا، راح نوريكم الخطوات. اذا بقاو معايا. عندنا الخطوات تاعنا والوسائل اللي نحتاجوها احبائي. اذا نحتاج لهاد الورشه احبائي، نحتاج اي كاس يكون قديم مسترجع. اذا نشوفوا الكاس هذا يعني وبه كسر هنايا، اذا اي كاس يكون في المطبخ تاعنا به كسر ولا ما نرميوهش، نعاودو نسترجعوه باش ننميو به مهاراتنا ونتعلموا هاد. نحتاج اليوم راح نغير لكم اللون، نحتاج الى ورقه نديروه في اللون الاسود، نحتاج الى الكاس والورقه تاعنا راح نديرو عليها، نحتاج الى ورقه سوداء باش نقطعو من هذا الجزء اللي راح نلصقوه، ونحتاج الى الغراء الابيض، ونحتاج الى المقص. اذا الخطوه الاولى احبائي تبعوا معايا، راح نقطع هنايا، نحتاج الى قطعه صغيره فقط. اذا راح ندني الورقه هذه، اذا هذه خلاص ما نسحقهاش، نسحق فقط هذه، ونسحق الكاس ديالي، ونسحق الغراء الابيض. اذا واش راح ديروا احبائي، راح تحكموا الغراء الابيض تاعكم راح ديروه كامل في هذا الجزء، يعني لي كونتور في هذا وين نحطوا الكاس تاعنا. اذا راح تحكموا الغراء الابيض، ما تكثروش بزاف هنا الغراء الابيض، اذا راح تروحوا بالعقل. اذا في لي كونتور يعني في ديروا طبقة رقيقة، إذن بهذا الشكل شتو نديروا الغراء، ونحطوا الكأس تاعنا مباشرة بهذا الشكل فوق الورقة تاعنا، ونخليو الكأس تاعنا حتى يجف تماما، يعني الكأس تاعنا راح تلصق فيه الورقة. إذا نخليو الكأس تاعنا يجف. اذا بعد ما يجف الكاس تاعنا احبائي، طبعا هذايا تجربه كنت درتها من قبل، اذا بعد ما يجف الكاس تاعنا تماما
الخطوه هذه مهمه احبائي. واش نجيو؟ نجيو نقطعوا الزوائد هذه. اذا راح نحي قبل الاجزاء الكبيره هذه، ومن بعد راح نحي، يعني ما لازمش نخلي اجزاء كبيره تكون واضحه. ومن بعد تجيو يعني تتبعوا الكاس تاعكم هنا بدقه. شفتوا معايا احبائي؟ اذا تنحيوا لي كونتور، ما لازمش يبانوا باش الخدعه تاعكم يعني ما يتنبهوا لهاش اصدقائكم. هنا لازم الاتقان، نروح معها غير بالعقل، وخليو الوقت باش ينشف الغراء تاعكم. ياك انا هذه التجربه كنت حضرتها من قبل، راح تخليوه ليله كامله في الصباح راح تلقاوه. شتو احبائي؟ نحيو كامل هاد الاجزاء بهذا الشكل. اذا وين كاين، وين تشوفوا بلي راهي كاينه زوائد يعني راهي تظهر من الكاس تاعكم، تنحيوها بالمقص تماما يعني حتى ما يظهر. اذا وتجيبوا الورقه تاعكم عادي كما درنا في البدايه، وتحطوا القطعه النقديه تاعكم اذا بهذا الشكل، وديروا الخدعه تاعكم احبائي عادي يعني تخدعوا زملائكم. اوب اذا ما كاش قطعه نقديه، اوب اذا ظهرت القطعه النقديه فقط. ما لازمش ترفدوا الكاس تاعكم احبائي بزاف، هكا كي تكونوا ديروا في التجربه ما لازمش تطلعوا الكاس تاعكم باش ما يتنبوش بلي راه كاين. دونك الكاس تاعكم راح يكون يروح بهذا الشكل، راح تغطيو يدكم اذا ما راحش تطلعوه اذا بهذا الشكل فقط. اذا اختفت القطعه النقديه، اوب اذا راح تظهر القطعه النقدية. وهكذا احبائي اذا شفنا اليوم فكرة بسيطة مع توجور مع افكار تاع غوسيكلاغ دايما الاحبائي، اذا بوسائل جد بسيطة وساهمنا كذلك احبائي. ما تنساوش الاهم الاهم، ساهمنا في استرجاع هاد النفايات هذه وما رميناهاش وما اديناش البيئة تاعنا، وهكا نكونوا اصدقاء للبيئة. اذا نتمنى ان شاء الله عجبتكم لا فيديو تاع اليوم، واذا عجبتكم لا فيديو احبائي ما تنساوش دايما نقولكم باش تلايكيوها وتشاركوا في القناة وتضغطوا على الجرس حتى تكونوا يعني اجور في الورشات اللي راهي تقدمها لكم غوسيكلاغ، وهي كلها ورشات احبائي يعني هادفة تهدف الى تنمية المهارة تاعكم، هكا باش ما نكونوش دايما يعني مع التلفزة ولا مع الالعاب الالكترونية، لانه اذا كثرنا منها اكيد انه راح تأدينا وتقلل وتثبط من مهاراتنا. إذا نتلقاو إن شاء الله فيديو آخر أفكار إبداعية أخرى. مع السلامة.